اسمع، شوف البنت اللي مع ابوها بالزاوية. هذولك اللي عم يشتغل عند الشمس. ايوه، البنت بتتشردق هون، بتكون بتشرب مي كأنه. لا حول ولا قوة الا بالله. والله بعديها بتمسك الغطا كأنه بتلعب فيه بثمها فبتبلعه. تمام. فسبحان الله، سبحان اللي ساقله هون بمر شاب كويتي من المكان، فبدخل سريع سريع بنقذها. لولا اسمع، فعليا لولا البنت راحت فيها. طبيب هو؟ من مش طبيب، هو بدرس بجامعة العلوم والتكنولوجيا من يومين كأنه مخلص طب متخرج. عرفت اسمه؟ سألت عنه، حكولي كأنه يعقوب العصامي. والله إن أهل الكويت والله مش والله لا 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 بنت راحت والله. الله يجزي الخير. هاي شوف شوف كيف. هذا هو السبب. والله ما شاء الله، والله إنه أهل الكويت. الله يسمى ما شاء الله عليه، ما شاء والله يشرف بلده. ما شاء الله، الله يحفظ لأهله يا رب. لا لا ما شاء الله عنه والله. اسمع، طبعا الكل سأخذه بالأحضان.